ملحمة عندنا واللحمة بدها كهرباء، وإذا انقطعت يومين ثلاثة راح نكب اللحمة تخرب علينا، ولا حياة لمن تنادي في البلدية. أثر من ناحية الإنارة، أنا بتأخر بالليل بضني للتسعة ونص ثمانية يعني حسب الحركة في السوق، وثانيا يعني الميزان عندي على الكهرباء مباشرة، يعني قطعت الكهرباء بوقف الشغل وما بعرف أشتغل، وهذه مشكلة يعني عامة بغض النظر إني كان محل صاحب محل وكل بيعاني من هذا الإشي. أكثر محافظة شايفة اللي بقطع لها الكهرباء طول كرم، طبعا احنا بنعرفش يعني شو المشكلة، هي من البلدية ولا هي من الحكم المحلي ولا هي من اليهود، مش عارفين. يعني كل سنة يعني في الصيف بقولوا صار ارتفاع كهرباء الأسلاك يعني الساحات أو انصهرات، وفي الشتوي بقولوا تجمدت. يعني بصراحة يعني الموضوع هذا مش عارفين ليش هيك بيتموا كل سنة، يعني متكرر هاي انقطاع الكهرباء، يعني كتير أجهزة بتنحرك بتتضرر مصالح الناس. بالنسبة للكهرباء طبعا الكهرباء عامل ضروري مش إلي لحالي، لكل مناحي الحياة طبعا. الحمد لله رب العالمين، احنا بعد الصيف طبعا لحد الآن ما فيش انقطاع للكهرباء الحمد لله، وأنا بلاحظ دائما بعد بشوف إنه البلدية قاعدة يبدو بتجدد خطوط الكهرباء، وإحنا بنأمل إنه طبعا الشتوية هاي اللي جاي وإنه الصيف إن شاء الله ما يصير في انقطاع. طبعا الكهرباء بتأثر كثير، إذا قطعت الكهرباء في البلد طبعا أول شيء بتأثر على الصغار وعلى الاختيارية وعلى المرضى، حتى على البيوت على المحلات. إحنا اللي عندنا نظام نشتغل نظام الكمبيوتر على السيستم تاعنا، طبعا كل هذا بيأثر علينا.